بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من دروس مدرسة تطوير إلكترونية. سيكون درسنا موجه للصف الثالث الثانوي النظام العام والفصلي في مادة الكيمياء الصف الدراسي الثاني، وسيكون عنوان درسنا وحل أسئلة من الفصل التاسع المركبات العضوية الحيوية. راجع الدرس وعدله الأستاذ بندر عتيبي ويقدم محدثكم ناصر. أهداف هذا الدرس أن نقوم بحل تقويم 9-4 وحل الأسئلة 20, 21, 22, 23, 24. بسم الله. الفكرة الرئيسية: اشرح الوظيفة الأساسية لكل من الـ RNA والـ DNA. طبعاً الـ RNA والـ DNA كمقدمة هي الأحماض النووية، وسميت بالأحماض النووية لأنها موجودة في النواة، وسميت بالأحماض النووية لأنها موجودة في النواة. والأحماض النووية نوعين: الـ DNA والـ RNA. والمطلوب الآن أن نشرح الوظيفة الأساسية لكل من الاثنين. طبعا حمض الدي ان اي، حمض الدي ان اي وظيفة تخزين الطاقة، تخزين المعلومات، ووظيفة الار ان اي بناء البروتين، وهذا بشكل مجمل يعني بشكل عام. الدي ان اي تخزين المعلومات، والار ان اي يبني البروتين. الدي ان اي يخزن المعلومات الوراثيه، بينما الار ان اي يقوم ببناء البروتين عن طريق تمكين خلايا باستخدام المعلومات الموجوده في الدي ان اي، وكانه يترجم الموجود في الدي ان اي حتى تقوم الخلايا ببناء البروتينات. واضح؟ يعني كانه يفسر الـ RNA، كان يفسر المعلومات الموجودة في الـ DNA. حدد المكونات البنائية الخاصة لكل من الـ RNA والـ DNA. طبعاً يوجد بينها تشابه، ويوجد بينها اختلافات. يوجد بينها تشابه، مكونات الـ DNA والـ RNA يوجد بينها تشابه ويوجد بينها اختلافات. لكن من أكبر الاختلافات بينهم هو أن الـ DNA مكون من شريطين، بينما الـ RNA مكون من شريط واحد، يشتركون أيضا في وجود قواعد نيتروجينية، يشتركون في ثلاث منها ويختلفون في واحدة، أيضا يختلفون في نوع السكر الموجود فيهما والحمض الموجود فيهما كما يأتي. هذا الـ DNA هو حمض ديوكسي رايبونيوكليك، هذا اسمه. أما الـ RNA فهو حمض الرايبونيوكليك. الفرق بينهم هو ديوكسي، هذا ديوكسي وهذا لا. أما القواعد النيتروجينية فيوجد في الـ DNA الأدينين والثايمين والسيتوسين والجوانين، ويوجد في الـ RNA الأدينين واليوراسيل والسيتوسين والجوانين. تلاحظون أنهم يختلفون فقط في واحدة اللي هي موجود التايمين في الـ DNA وموجود اليوراسيل في الـ RNA. هذا هو الاختلاف اللي بينهم، يعني أربع والاختلاف في واحدة فقط. أيضا الـ DNA يحتوي على سكر الديوكسي رايبوز، بينما يحتوي الـ RNA على سكر رايبوز فقط. هذه هي التشابه والاختلاف بينهما. طبعا في تشابه واختلاف، تشابه في السكر كله موجود فيهم سكر، تشابه كله موجود فيهم أربع قواعد نيتروجينية، اختلاف في واحدة من القواعد النيتروجينية. طبعا الـ DNA مكون من شريطين يربط بينهم القواعد النيتروجينية، بينما الـ RNA شريط واحد فقط.
عليه القواعد النيتروجينية. اربط وظيفة الدي ان ايه بتركيبه. طبعا قلنا قبل شوي كم عنده من شريط، كما قلنا يتكون الدي ان ايه من شريطين اللي يجمع بينه، وتتضمن هذه العملية نسخ تسلسل الدي ان ايه تماما كما هو، حتى يتم تمرير هذه المعلومات الوراثية لكل خلية جديدة. أثناء صنع البروتين تمرر هذه المعلومات التي تفصل عن طريق الار ان ايه، لكن اهم شيء انه الشريطين مع وجود القواعد النيتروجينية. تمام. حلل تركيب الاحماض النووية لتحديد التركيب الذي يجعلهما او يجعلها احماضا. طبعا يريد ان يعرف تركيب الاحماض النووية، ان يتكون ار ان ايه من شريط واحد، شريط واحد على هذا الشريط يوجد فيه الدي ان ايه، ويقرره ترتيب القواعد النيتروجين، وتجعل مجموعة الفوسفات الأحماض النووية حمضية. يعني مجموعة الفوسفات تكسب الأحماض أو تكسب هذه الـ RNA والـ DNA الصفة الحمضية. يعني كان السؤالين يجمعون الفرق بين، تمام، توقع ماذا سيحدث إذا احتوى الـ DNA الذي يحمل شفرة صنع البروتين على تسلسل قواعد خاطئ. ماذا سيحدث؟ ما تتوقعون ماذا سيحدث؟ لا تروح الجنين يعني، هاي خطأ. طبعا البروتين الذي يصنع منه الدي ان ايه بتسلسل خطأ حسب الوراثة الصحيحة، سيحدث خطأ في الأحماض الأمينية المنتجة. طيب احنا قلنا انه عشان نعرف الفروق بين الحمضيين النوويين اهم ان نعرف الفرق بين الأحماض النووية. احنا قلنا انها سميت بالأحماض النووية لمكانها وجودها، طبعا هي موجودة في النواة، ثم أنها مكونة من نيوكليتيد، حيث أن النيوكليتيد يحتوي على قاعدة نيتروجينية وسكر يربط بين القاعدة النيتروجينية ومجموعة كما قلنا سابقا في أحد الإجابات. هذا النيوكليتيد اللي مكون للحمض، هذا النيوكليتيد مكون من قواعد نيتروجينيه وسكر في كلا الحمضين. لاحظ انه الدي ان ايه ويسمى ايضا لولب المزدوج هو عباره عن شريطين يرتبطان هذين الشريطين من الداخل عن طريق القواعد النيتروجينيه اللي تكلمنا عنها قبل شوي، حيث يرتبط التايمين مع الأدينين والجوانين مع السيتوسين على شكل سحاب، يعني بحيث انك لو سكرت السحاب يجتمع الاثنين. هذا هو الربط في الدي ان ايه. اما بالنسبه للار ان ايه فانه مكون من شريط واحد فقط ياتي عليه القواعد النيتروجينيه. وشفنا الاختلاف اللي بينهم للي الاخوان اللي ما حضروا، نوريهم الاختلاف اللي بين الحمضين الامينيين اللي هو الار ان اي والدي ان اي، الاختلاف الموجود بينهم. طبعا احنا قلنا يوجد شريطين، والحمض الدي ان اي مكون من حمض ديوكسي رايبو نيوكليك، والار ان اي هو حمض الرايبو نيوكليك. هذا الفرق اللي بينهما في نفس الحمض المكون لهما اسمه، هنا دي ان ايه ديوكسي رايبو نيوكليك، وهو الار ان ايه هو حمض الرايبو نيوكليك. ايضا القواعد النيتروجينيه كل واحد منهم في اربع قواعد نيتروجينيه، الادينين والتايمين والسيتوسين والجوانين. في الدي ان ايه يوجد في الادينين، بما الدي ان ايه يحتوي على التايمين. السكر موجود فيه ايضا مختلف، كلهم محتوي على السكر، لكن السكر هنا مختلف بينهم. السكر موجود في الدي ان ايه هو سكر ديوكسي رايبوز، بينما طبعا وعشان كذا سميناه دي ان ايه ديوكسي، عشان بينما الار ان ايه يحتوي على سكر الرايبوز عشان كذا سميناه ار ان ايه. وبعض الفروق اللي بينهم
هذا هو السؤال. قلنا إذا كان الدي إن إيه يحمل شفرة فإن هذا سيؤدي إلى أن البروتين يحصل فيه تسلسل خطأ للأحماض الأمينية المكونة للبروتين. لا تعرفوا الأحماض الأمينية تكون البروتينات كما سبق سمتين. طبعا حلينا الأسئلة في تقويم 9-4 وهي الأسئلة 20-21-22-23 و24. إذا في استفسار